أولا رواتب مو بالمستوى المطلوب، المعلم قاعد بالإيجار، المعلم مضطر يعمل عمل ثاني، المعلم يعتدى عليه، المعلم حاير بخبزته وبعيشته ووضعه، حقوق المعلم مسلوبة. بالتالي هذا يعني الواقع المؤلم اللي يعيشه المعلم، أنا ما أقول نزل بمستواه المجتمعي، مستواه يبقى عالي، لأنه بالتالي المعلم كل الأديان وكل الأعراف وكل القيم، المعلم يجب أن يقدم في الأمام في كل الظروف. لكن المشاكل الحياتية وتقصير الحكومة تجاه المعلم خلت اليوم أكو اعتداء على المعلم مستمر، ضعف تطبيق القانون تجاه المعلم وحمايته.